الرز اللي هو بالجمبري. فالنهارده هنعمله ازاي بقى؟ عندي بصل وجمبري وثوم وفلفل رومي ورز. اوكي؟ انا بقى هخلط بين حاجتين، يعني ان انا هديله لون شويه مش زعفران، سوري لا طبعا مش الدرجات دي، بالعصفر. يعني مش تبقى قد الايد قوي كده، الزعفران ده حاجه تانية خالص. احنا هنعمل الزعفران المصري اللي هو العصفر، بديله بقى ايه لون الزعفران، انما هو عصفر يعني الزعفران المصري بتاعنا ده، عصفر طبعا سعره عادي جدا جدا وقليل خالص، واحنا بنستعمله في الليمون، اغلبيته في الليمون، ما نعرفش ليه طرق تانية غير كده، انما هو مع الرز حلو جدا، مع الرز بالجمبري هيبقى تحفه ان شاء الله قوي، ونستفيد منه لان برده حاجات فيها فوائد زي الحاجات اللي هي طب الاعشاب كده والكلام ده، هو في الكلام ده في العصفر في حاجات مفيده جدا. تمام؟ فانا هاخد البصله واحط شويه زيت، عصفر يعني لو 3 كوبايات رز قولي 4 معالق من الزيت، هحط البصلة هديها مش لون بس هخليها شفافة كده، اخليها لونها ايه شفاف، وفي الاخر انا هحط لها الايه الزعفران المصري اللي هو الايه العصفر. اجيب بقى الجمبري هنا، اشيل بس دول المهم وابقى اعملهم، ممكن اعملهم نجتسية كبيرة كده، اروح حط عليه هنا شوية كمون والثوم المفروم والملح والجمبري ده بيجي مقشر كده. طبعا انت لو الاحسن تسيبيه قبلها بساعة مثلا ولا حاجة، تتبليها كده وتسيبيها. هنا خلاص بدأ هيخش في لون، انا مش عايزة اللون بتاع البصل، انا مش هعملها صيادية، انا هعملها بالعصفر او بالزعفران المصري اللي هو العصفر برضو عشان مفيش زعفران مصري اصلا. انزل بقى بالجمبري كمية اللي انت عايزاها، عايزة ربع كيلو، عايزة نص كيلو، اللي يريحك. واسوي الجمبري بقى، اسويه مع البصل والثوم والحاجات دي اللي انا حطاها دي، واسيبه يستوي. هتلاقيه طبعا غير لونه شوية وبدأ يكش على نفسه كده يتدور. بصوا كده خلاص بدا الجمبري يستوي اهو. بعمل ايه بقى؟ بعمل ايه بعد ما استوى كده الجمبري؟ خلي بالكوا الجمبري ما بيقعدش كتير على النار، الجمبري كل ما يقعد على النار اكتر كل ما ينشف، كل ما ايه؟ كل ما ينشف. احط بقى الميه اللي انا هاخدها للرز، تمام كده، واحط العصفر معلقه كبيره واسيبها تغلي بقى على النار، وبعد كده انزل عليها الرز بس كده. عندي هنا الايه، احط بقى الرز على الجمبري، غلي خلاص اهو. اوعى اوعى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل واحد بنوع الرز اللي عنده، لو هيتغسل اغسليه. بصوا بقى العصفر عمل ازاي لون الميه زي الزعفران ازاي. بظبط ملح، يبقى دي وجبه كده لوحدها، دي وجبه لوحدها. اسيبها تغلي غلوه واروح موطيه عليها النار خالص، بعد كده تستوي براحتها مع الجمبري بقى. يعني انا الجمبري خدته لفتين بس كده، حتى يا دوبك خد سن التلوين، بعد كده رحت حط عليه الايه الميه مع العصفر، معلقه عصفر كبيره، وسبتها تغلي. بعد ما طبعا الاول لفيت الايه، طبعا فلفل رومي ممكن احط فلفل رومي، واحط فلفل حامي مع الاول مع الجمبري، يعني مع البصله الاولانيه دي شوحتها،
ممكن احط معاها فلفل رومي، ممكن احط معاها فلفل حامي، ممكن احط فلفل الوان زي ما انت عايز مقطع صغير كده، والف فيه شويه مع الزيت. بعد كده انزل الجمبري اللي انا حاطه له ثوم وملح وكمون، اروح احطها معاها وايه ولفاها كمان مع البصل والفلفل ده. بعد كده احط لها الميه، احط لها العصفر واظبط لها بقى الملح شويه، وبعد كده اسيبها تغلي وانزل عليها الرز. ده كده وجبه متكامله.